اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء and زيارة for Tuesday. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad عليه السلام, Imam Baqir عليه السلام, and Imam Sadiq عليه السلام. Ziyarat for Tuesday. Assalamu alaykum ya khuzana ilmillah. Assalamu alaykum ya tarajimat wahyillah. Assalamu alaykum ya a'immat al-huda. Assalamu alaykum ya a'lam al-tuqa. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم،
وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا موالي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي، هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.